فتح لوحده كان يطالب بعدم إقالة الحكومة، أو كان يرى عفوا يرى عدم إقالة الحكومة. الفتح لم يطالب ولكن كانت رؤيته هكذا، لكن هل الفتح لوحده؟ غالبية القوى السياسية كانت ترى استقالة أو إقالة الحكومة في ذلك الظرف غير صحية، لا أقول غير صحيحة. ليش؟ لأننا كنا نمر بظرف اجتماعي وسياسي قد ينتج عنه لا سامح الله ظرف أمني تكون تداعياته خطيرة. لذلك في الاجتماع الذي حصل في الجادرية، وتتذكر معي بالتأكيد بتاريخ 18-11 قبل استقالة الحكومة ب 11 يوم، حضرته غالبية القوى السياسية في مكتب السيد الحكيم. صحيح. لم جميع القوى السياسية ما عدا التيار الصدري كلهم كانوا حضور، وخرجنا بجملة نقاط، ومن ضمن هذه النقاط إعطاء مهلة 45 يوم للحكومة، إن لم تلتزم بهذه النقاط فعلى الحكومة تقديم استقالتها والذهاب إلى تشكيل حكومة جديدة، وتفاصيل كثيرة واطلع عليها الرأي العام. إذن هو ليس دعما للحكومة، وإنما كنا نعتقد كما يشاركنا عدد من القوى السياسية أن الذهاب إلى الإقالة أو الاستقالة دون تهيئة المقدمات سيدخلنا رب ما في فراغ، وهذا ما نتج 5 أشهر. هذا كلام هذا كان تخوفنا في هذه الدائرة. كلام حضرتك.